هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ديجا البارح كنت تكلمت على تصريح اللي دار وزير الخارجية الفرنسي الجديد اللي قال منذ أن تسلمت يعني المهام ديالي كان عندي عدة لقاءات مع المغاربة 15 يوم يا صاحبي يقول أنه رئيس ماكرون كلفوا بأن يستثمر في العلاقات المغربية الفرنسية وأن قضية الحكم الذاتي شيء مفرغ منه ما بقاش فيه حدا. الجزائر لا تحتاج استني ما كش ما سي عطافي يدير بريا كش يدير كارا لا كش ما كما موافقين يستدعيو السفير ما راهش هنا ملحد هذا مليح. البارح رشيدة ذاتي زين تطلقها ديركت تطلقها ديركت ما في حتى جدال ما كان حتى مشكل انه فرنسا مع مغربية الصحراء ولا رد فعل من الجزائر وضغط السبب مع التذكير انه رشيدة ذاتي ماهيش مغربية الاصل فقط ما هي مغربية جزائرية اللي ايسيو دا مارياج ميست نظن باباها جزائري مع مغربية ولا العكس وهم مغربية جزائرية شوفوا واش تقول Est-ce que la France devrait reconnaître le Sahara marocain pour trouver une solution ? Il n'y a jamais eu d'ambiguïté concernant la marocanité du Sahara. Donc je l'affirme, je le redis et je le confirme. Avez-vous un message pour les spectateurs ? Est-ce que la France a un maghrébi de Sahara ? Car le amouro m'a kenté l'aïlops, on koula, on a ouda, on zid on koula, nous. فرنسا ما عرفها بالمغربية الصحراء حتى لبس عاودو نسمعوها باش لي دونك جو لافيرم جو لو ردي اي جو لو كونفيرم Est-ce que la France devrait reconnaître le Sahara marocain pour trouver une solution ? Il n'y a jamais eu d'ambiguïté concernant. Amara Merkel fait lubs. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Le Sahara marocain pour trouver une solution. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté concernant la marocanité du Sahara. Donc je l'affirme, je le redis et je le confirme. Donc, Sarabi, on a un colo ou un ecto. Mekesh, l'homme, je suis Marcos, c'est Maribi. Avez-vous un message pour les spectateurs? Je disais, ma cache à faire. ما بقاش الدلال هذا كانوا يدلوا كثروا كثروا الدلال على فرنسا أما خذ على راسك درك خذ على راسك هذه هي بلاد اللي يسيروها الحكاية هاو اش صرا فيها وبقى نتايا جبد لي حكاية قال كيما راح البارح هذاك جايب لنا التصاور تاع تنقرينا قال له احنا شعب مغربي معاه بس احنا الاخرين متصهينين متصهينين على كل حال اللي راه مطبعين مع اسرائيل يخليو شعبهم يخرج ومازال يخرج يضم مع اسرائيل شوفوا هذا بعد شنو